قال معاد المرابط منسق مركز عملية الطوارئ الصحية بوزارة الصحة إن الوضع الوبائي في المغرب لا زال مقلقا بحيث تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تسجيل أرقام مهولة للمصابين بفيروس كورونا المستجد وكذلك للأشخاص الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بهذا الفيروس وأوضح المربط في تصريح لمنبر إعلامي ان بعض الاقاليم والجهات سجلت ارتفاعا مهولا للمصابين بالفيروس بحيث ان عدد الوفيات ارتفع بشكل كبير خلال الاسابيع الماضيه نتيجه ارتفاع الحاله الحرجه اكد منسق مركز عمليات الطوارئ الصحيه ان هناك احتمال كبير في ارتفاع عدد الوفيات خلال الاسابيع المقبله لانه كلما تم تسجيل عدد كبير من المصابين يتم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات خلال الأسبوع الذي يليه أفاد المربط أن هناك احتمال تسجيل أزيد من مئة حالة وفاة يوميا إذا لم يتم الالتزام بالتدابير الاحترازية قائلا نتمنى من الله كل فيروس في الأوج خلال هذه الفترة أشار المتحدث نفسه أن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات للمصابين بفيروس كورونا المستجد هي عدم التزام المغاربة بالتدابير الصحية؛ لأنه كلما ارتفع عدد المصابين ترتفع الحالة الحرجة، وبالتالي ترتفع حالة الوفيات، فهذه عبارة عن عملية رياضية، وأضاف المنسق أن الجهة الشرقية وجهة أرباتسالا القنيطرة عرفت خلال الاسابيع الماضيه نشاط وبائي غير عادي بعدما كانت تعرفان استقرارا في عدد الاصابات هذا بالاضافه الى جهه الدار البيضاء ستات التي تتصدر قائمه المصابين وعن امكانيه عوده الحجر الصحي الشامله قال المرابط ان كل شيء ممكن لانه في حاله ارتفاع عدد المصابين بشكل مهول سيتم تطبيق الحجر قائلا ما غاديش نبقاو نتفرجوا في الوباء وهو تيدير ما بغى وبخصوص الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومه بخصوص مدينه الدار البيضاء قال المنسق الوطني انها جاءت في وقتها المناسب لانه يجب العمل بهذه التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وختم المرابط كلامه بالقول ان هناك اشياء ايجابيه يمكن الحديث عنها وهي ان المغرب من بين الدول التي كانت سباقه لمحاربه هذا الوباء بحيث يتم اليوم اجراء التحاليل المخبريه للالاف من المغاربه في اليوم الواحد من اجل معرفه الحاله الوبائيه للبلاد وذكر المربط ان المناطق الجنوبيه تقوم باختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل كبير